امرأة فاتنة إلى جوار جورج برناتشو فهمس في أذنها: هل تقبلين أن تقضي معي ليلة مقابل مليون جنيه؟ ابتسمت المرأة وردت في استحياء: طبعا بكل سرور. صمت قليلا ثم عاد وسألها مرة ثانية بعد أن اقتنع برضاها قائلا: هل من الممكن أن نخفض المبلغ إلى 10 جنيهات؟ فغضبت وصرخت في وجهه: من تظنني أكون يا هذا؟ فقال: سيدتي، نحن عرفنا من تكونين، نحن فقط اختلفنا في قيمة الأجر. طبعا هذه القصة للعبرة، فالمواقف تتغير عند الامتيازيين لمن يدفع أكثر، وعند انخفاض أجورهم ينقلبون معارضة وحدثونا عن الوطنية المبادئ والشرف، وبمثل هؤلاء تتلوث الأوطان. شكرا.